بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد، حلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين حلوين قوي. اول وصفه هنعمل صينيه بطاطس بالسبانخ والكريمه. وصفه حلوه مش قادره اقول لكم. الناس اللي واخده موقف من السبانخ، والله يا جماعه انا كنت زيكم، بس بعد كده لا، السبانخ لما لقيناها بتدخل في حاجات فيها كريمه يا بتخلي طعمها تحفه. انا عايزاكم تجربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل دنش بالمربى وبالشوكولاته، لذيذ وسريع وحاجه كده تحفه. ان شاء الله برضو تجربوه ويعجبكم. فاصل بسرعه ونرجع على طول. بعد الفاصل نعمل اول وصفه، صينيه بطاطس بالسبانخ والكريمه. خليكم معانا. مسخنة الطاسة اهو. بص، انا هعمل صينية بطاطس بالسبانخ والكريمة، مفيهاش ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. وصفة ظريفة، قيمتها الغذائية عالية جدا، طعمها لذيذ. بص، انا معايا بطاطس متقطعة شرايح. انتوا قدامكم في حوار البطاطس ده حاجة من الاثنين، يا تقطعي البطاطس رفيع جدا على قد ما تقدري، يا تقطعيها بالتقطيع العادية بس تديها سلقة في مية سخنة بتغلي. وايه يعني نسيبها في المية السخنة اللي بتغلي دي 3 دقايق بس، علشان البطاطس ما تبقاش مسلوقة ومهروسة. لا، احنا عايزين تبقى شكل البطاطس محافظين عليه، بس نغطسها في مية سخنة كده لمدة 3 دقايق بس، يا إما كده يا إما نقطعها رفيع علشان لما نحط لها كل المكونات وندخلها الفرن تستوي مظبوط كده وتبقى ظريفة. تمام؟ اي كمية بقى من البطاطس براحتك خالص، بطاطس على قد صينية كده بايركس حلوة ولا حاجة، عشان ايه نكمل بقية الوصفة. معايا بقى سبانخ فريش متقطعة حتت صغيرة، يا سلام احلى حاجة. مش متوفرة عندك وعندك السبانخ المجمدة، بتجيبيها ولما تفك خالص بتفتحي الكيس وتعصريها من المية اللي موجودة فيها خالص، عايزينها كده ايه معصورة كويس جدا ونستخدمها، ما فيش مشكلة. معنا بقى كمان جزراية كبيرة حلوة كده مبشورة، فصين من الثوم المفروم. هنحتاج طبعا معلقتين كبار من الزيت، معانا كمان معلقتين كبار من الدقيق، معانا تقريبا 300 ملي من اللبن الحليب، يعني هنقول تقريبا كوباية ونص من اللبن. هنحتاج كمان 250 ملي من كريمة الطبخ، يعني كوباية من كريمة الطبخ، ومعانا مكعبين من الزبدة، ملح وفلفل، رشة خفيفة من جوزة الطيب، وشوية جبنة موتزاريلا على الوش كده قبل ما ندخل الصينية الفرن. وبس خلاص، هتطلع معاكم خطيرة جدا ان شاء الله. انا معايا هنا الطاسة بسخنها، عايزة احط لها زيت عشان احضر الحشوة كده. نحط كده ايه معلقتين بس كده من الزيت، وعايزه انزل على طول بالسبانخ. عايزه بس كده احط برده حته زبده صغيره، ناخد الصغيره دي، ومعايا السبانخ والثوم. هنزل كده الاول بالثوم، عايزه اشم ريحته بس. خلي بالكم انا مسخنه الطاسه، فمش عايزه الثوم ايه لا يلون ولا يتلسع مني ولا حاجه ابدا، عايزه بس كده ايه اشم ريحته. هنزل على طول بالسبانخ بس كده. هتلاقوا طبعا السبانخ ايه بقى منفوشة كده، حالا هتهبط كده. والجزر، جزراية واحدة بس كده ايه مبشورة. عايزين كده ندبل الخضار ده، نفضل كده نقلبه. معايا بقى ايه ملح وفلفل، معايا الكريمه، معايا اللبن، معايا الدقيق،
هوسع مكان كده واحط بقى مكعب زبدة كبير بعد ما الخضار كده ايه دبل معايا زي ما انتوا شايفين، عشان اعمل بقى الصوص عايزة بس كده ايه الزبدة تسيح. اهو اول ما الزبدة تسيح هستخدم على طول الدقيق اللي معايا، وعايزة اشيل كده المكونات دي، نجيب رشة جوز الطيب ومعايا اللبن ومعايا الكريمة، هننزل بقى بالدقيق، معلقتين كده كبار من الدقيق، ينفع نحط مع المكونات اللي احنا حطيناها السبانخ والجزر ممكن نحط معاهم مشروم هيبقى حلو قوي. هنزل بقى ايه باللبن وهنزل بالكريمة بس كده، ونقلب الصوص الحلو ده كده مع بعض كله كده، ريحته خطيرة. عايزة احط له بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل ورشة من جوزة الطيب وبس كده، الصوص سخن وتقل وبقى زي الفل بس كده. هطفي بقى النار عليه وهجيب صينية، صينية فرن عادية خالص اهو، برضو كده ايه بفضي مكان علشان اوريكم. ومعايا البطاطس زي ما اتفقنا، احنا البطاطس قلنا لها هنعمل حاجه من الاثنين، يا هنقطعها رفيع قوي علشان نضمن انها ما تاخدش وقت كبير في الفرن، يا اما هنعملها مسلوقه تسلقيها يا دوب بس 3 4 دقايق في ميه سخنه بتغلي مش اكتر من كده. عايزه احط بس معلقه زيت في الصينيه كده، معلقه زيت واحده، ومعايا بقى ايه البطاطس، هنفرد البطاطس زي ما اتفقنا، انا حطاها هنا بقى ايه متقطعه رفيع خالص علشان ما احتاجش اسلقها واضمن انها على طول هتستوي وهتبقى زي الفل كده اهو كده اهو بس كده. وهرش عليها رشه خفيفه قوي قوي مش كتير، لان الصوص احنا هنحطه عليها والصوص متحدق وكل حاجه، بس انا بحط ملح وفلفل بس كده على البطاطس الشخصيه بس كده. والصوص بقى الحلو ده هنحطه على وش البطاطس. يلا بسم الله. كده ونفرده كده اهو، وفي الاخر بنحط شويه جبنه بقى موتزاريلا، جبنه شيدر، اي نوع جبنه تحبوه على الوش كده، وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة تقريبا يعني بنتكلم في 25 دقيقة بالكتير، هتاخد وش كده حلو قوي، وهتلاقي البطاطس استوت وصوص السبانخ بالكريمة اللي احنا حطيناه عليها ده تحفة، وزي ما شفتوا ولا فيها ولا لحمه ولا فراخ، ظريفه جدا. وطبعا تقدروا تحطوا لها لحمه او فراخ لو حابين، ودي هيليق عليها اكتر الفراخ، ممكن نبقى مقطعين حتت من الفراخ كده بتتشوح في الاول قبل ما نحط الثوم والسبانخ والكلام ده كله، فهتبقى برده ظريفه جدا جدا. عايزين تستبدلوا البطاطس بمكرونه برده هتبقى حلوه جدا، دي كلها افكار تقدروا تعملوا بيها صينيه تجنن، نبقى دخلنا السبانخ وطعمها لذيذ. عايزين تستغنوا عن الجزر في الوصفه ما فيهاش مشكله، هو طعمه مش قوي قوي مش واضح قوي في الوصفه، بس قيمه غذائيه موجوده وهيتاكل، فحطوه يعني محدش مش هيضايق حد، مش هتحسي ان ايه الجزر دي لا خالص، فجربوها وقولوا لنا ايه رايكم. واحنا عاملين واحده هناك خطيره تجنن وريحتها حلوه جدا جدا، مش محتاجه اي حاجه غير طبق سلطه بس، ان شاء الله تعجبكم. هنروح فاصل ادخل دي الفرن ونرجع بعد الفاصل نعمل شويه دنش كده بالمربى والشوكولاته، خليكم معانا.
هعمل دلوقتي دانش لذيذ قوي، هنعمله بعجينة الباف بيستري. اسهل حاجة في الدنيا، عجينة بتبقى مورقة وبتتباع في السوبر ماركت ظريفة، انا دايما ببقى حطاها في التلاجة خصوصا لو عايزة اعمل حاجة بسرعة ومعودش عجن بقى واسيبها ترتاح ولازم احط لها زبدة والجو ده. هي بتبقى موجودة كده في السوبر ماركت عبارة عن شرايح، احنا بناخد الشريحة دي بنفردها نحط لها بقى حشوة مربى حشوة شوكولاتة براحتنا خالص، وبندخلها الفرن بتبقى مورقة ومنفوخة وبتبقى حلوة جدا جدا وسهلة كده اوام لما تبقي عايزة تعملي حاجة بسرعة. انا عايزة احط رشة دقيق هنا على الكاونتر كده اهو، واجيب النشابة بتاعتي وهروح للعجينة بتاعة الباف بيستري اهو. زي ما قلتلكوا هي بتبقى شرايح، والشرايح دي كده منفصلة عن بعض اهو، منفصلين. ناخد مثلا واحدة كده، وانا حاطة دقيق على الكاونتر افردها فردة خفيفة، هي بتبقى اصلا اوريدي يعني مفرودة رفيع، بس برضو هتك عليها تكاية كمان كده، بس كده. واعمل ايه بقى؟ اعمل لها اي حركة. هي بص شكلها مربع كده، هاخد مثلا الجزء ده احطه هنا كده في النص وادوس عليه اهو، خدتوا بالكم؟ واخد برضو الجزء ده كده احطه هنا في النص وادوس عليه كده، ومعايا مثلا مربى، مربى فراولة مثلا اكتر حاجة بتبقى لذيذة، هنحطها هنا كده في النص بالشكل ده. ممكن تبقى كده، ممكن برضو نرجع نقفل دي هنا كده مثلا كده، ندوس عليها قوي عشان تمسك، وهنا برضو كده. ده مثلا شكل بصوا بسيط جدا وسهل قوي، ما فيهوش ابدا اي حاجه. كل شكل العجين ده لما بيدخل الفرن بينتفخ كده وبيورق، عشان هي دي عجينه الباف بيستري بتبقى عامله كده عشان تبقى مليانه زبده. ده مثلا شكل، حطه هنا كده في الصينيه. ممكن نعمل شكل كمان مثلا كده، بس الدقيق عشان من كتر ما هي بتبقى فيها زبده يعني نعفرها كده بدقيق شويه. عايزه مثلا اجيب السكينه واعمل مثلا حركه كده هنا، اقطعها كده بالشكل ده كده اهو. بصوا انا بقطعها كده، ما بخليش القطعه توصل يعني ما قطعتهاش، ما خليتهمش يوصلوا لبعض، فاهمين قصدي؟ يعني كل واحده كده مفرغه كده اهو كده، فاهميني كده. هعمل ممكن احط بقى هنا المربى او ممكن احط شوكولاته براحتي، افردها كده واخلي دول كده يبقوا ماسكين في بعض كده اهو، وده كده يبقى شكلها. برضو شكل تاني ظريف جدا، والاشكال كتير بقى، يعني انت بقى زي ما انت عايزه تعملي اعملي. احنا عملنا كده مع بعض شكلين اهو، زراف قوي قوي للمخبوزات الدنش بعجينة الباف بيستري اللي مش بتاخد مننا وقت، للناس اللي عايزة تنجز وتعمل حاجة بسرعة عشان نازلة جايلك ضيوف عايزة تعملي حاجة حلوة اوام اوام. وبرضو احنا بنعمل العجين كلها مع بعض في الحلقات، بس دي مخصوص للناس اللي عايزة تنجز. ان شاء الله تعجبكم. انا مش بدهنها كده اي حاجه ولا حاجه خالص، بدخلها فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، بتاخد لها تقريبا 20 دقيقه، من ربع ساعه ل 20 دقيقه في الحدود دي. ركزي معاها هتلاقي اتنفخت كده واخدت وضعها واخدت لون حلو قوي، ولما بتطلع بقى بتتاكل بتبقى هشه وطعمها لذيذ. ممكن بعد ما تطلع ندهنها بعسل ابيض عشان تبقى مسكره اكتر، وطبعا طبعا تنفع ان احنا نحط فيها حوادق بدل المربى، ممكن تحطي جبنه ومعاها فلفل الوان يعني مثلا، براحتك خالص تستخدميها، وان شاء الله تعجبكم بالهنا والشفا. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض صينيه البطاطس بالسبانخ والكريمه، ما فيهاش ولا لحمه ولا فراخ، وصفه ظريفه جدا وسهله قوي طعمها حلو.
جربوها. الناس اللي مش بتحب السبانخ صدقوني الحاجات دي هتحببكم قوي في السبانخ، لذيذه والولاد كمان هياكلوها مش هيتضايقوا منها. وبرده نقدر نستبدل الشرايح البطاطس اللي احنا حطيناها في الصينيه بمكرونه، اي نوع مكرونه تحبيه هيبقى لذيذ قوي. والوصفه الثانيه الدانش الحلو ده بعجينه الباف بيستري، عجينه سهله جدا مش هتخليكي تقفي خالص في المطبخ يا دوب على طول، وتعملي مخبوزات حلوه عشان ايه لو مستعجله. بس خلاص بشكركم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.